وهنعمل النهارده صنف سمك، بصوا لطيف جدا وسهل للغايه، وسمكه بوري وموجوده وحاجه حلوه قوي، كل ما كبرت كل ما كانت احلى. اوكي، السمكه مش هعمل فيها حاجه غير ان انا انضفها عادي جدا، وهنعمل لها اللي بيتعمل في كل الدنيا عادي برضو جدا. هنحط شويه توم حلوين 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 يعني، اوكي، ونحط ملح وفلفل وكمون، شويه ملح شويه فلفل، ادي الفلفل وشويه ملح حلوين، لايك معلقه صغيره كده مليانه اهي، كمان شويه تمام، اوكي، وشويه كمون، كمين 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 كمين، ما نزودش بقى في الكمون قوي عشان ما تمررش، اوكي، وكلي جنبي وندق الكلام ده دقه محترمه. هنحط له شويه عصير ليمون، كويسين معاك معلقتين كبار كده ولا حاجه، وشويه زيت زيتون برضو حلوين، شويه زيت حلوين وشويه زيت، ويستحسن طبعا تكون حاجه ايه ما بتلزقش. اوكي، بعدين ناخد السمكيه المتنضفه اللي زي الفل ونحطها، وناخد بقى من الكلام ده ونحطه جوه وبره وندهن كل الحدوته دي، نشيل ده تمام، بس خلاص شكرا. ندخلها بقى ايه الفرن، حراره عاليه في الفرن، يعني نتكلم مثلا ايه فوق ال 220 220 250 كل ده كويس، حراره عاليه تمام. طيب هعمل لها الصوص ده اهو، هنعمل كده، نحط شويه زيت زيتونه، هحط فيه فصين ثوم زي ما هم صحاح كده اهو، هسيبهم لما يلونوا يستووا تقريبا، احط بقى الروزماري زي ما هو كده شويه حلوين، شويه انت كده بقى هجيب ايه دقيق وليمون، وهنعمل كده ناخد شويه دقيق، احط الدقيق فورا هيقوم ملون، اوكي، يلا ناخد الميه وبالراحه بالراحه، طبعا لو في روزماري هبقى اشيله. حط له شويه ليمون، اوكي، وهنحط شويه خل عنب احمر ملعقه اتنين بس، مستردة ديجون ملعقتين كبارتين، وبعدين ناخد التوم ده حلو، خليه هنا، هنحط لها بقى الصوص ده، نحط له شويه كريم جمال كده، اوكي بس جميل، ونقلب تقليبه كده، ونعمل كده عليها كده اهو، وندخلها الفرن. يلا بينا، يعني 10 دقايق كده ولا حاجه في الفرن ونطلعها.